قعدت سبع شهور بالطريق. منين كيفاش عملت مصر؟ مشيت من مصر لتركيا ومن تركيا لليونان ومن اليونان لألبانيا ومن ألبانيا لكسوفو ومن كسوفو لصربيا ومن صربيا للبوسنة ومن البوسنة لألبانيا ومن ألبانيا لكسوفو ومن كسوفو لإيطاليا. وكنا بننام في المية والثلج وكل شو بالك فما كتير فما برشا ماتوا في يعني ماتوا من البرد ماتوا في الشبوات شفت ناس كتيرة منعدي من عليها ميت. مصر ليبيا طلعت اول رحلة في ليبيا كان في شهر 7 اتمسكت في البحر بعد 15 ساعة ما سابوش حاجة فعلا ما عملوها كانت ماسورة الماء تخنق دهوت كان كلهم بيضربونا فيها قعدت في السجن شهرين طلعت من السجن برضو تاني انا عندي حلم اللي انا اوصل قعدت في الرحلة دي كلها برضو صباح شهر مين اللي دفع اطفال عندهم 15 سنة ان هم يوصلوا او يعيشوا رحلة زي دي هل انا؟ هل حضرتك؟ هل اي حد موجود بره؟ لا هو في نظام بيحكم البلد النظام ده مش قادر يوفر حياة كريمة لاطفال عندها 15 سنة وتخمم في اهلك وفي ناسك ومسؤولين لازم ده اهلك انا كبير في اخواتي وانا عندي مسؤولية انا عندي ثلاثة دومة الثلاثة في رقبتي انا عندي 15 سنة واخواتي في رقبتي انا عندي ثلاث ولاد غيري وانا برضه في رقبتي كلهم سنهم صغير وعمرهم صغير قال لي خلاهم يجوا هنا فكروا معايا قال لي خلاهم يجوا هنا يعني بلدي انا لو كانت حلوه عمري وكنت هفكر او كنت هتخيل اني انا اجي اوروبا كلاجئ كاجي العمل في سن الصغير انا لو بلدي متوفر لي فيها الدراسه الحلوه المعيشه الحلوه كل شيء حلو عمري ما كنت هفكر اني اكون لاجئ ده الجيل اللي انت بتعمله العاصمه الاداريه ده الجيل اللي انت بتعمله العالمين الجديده ده الجيل اللي انت عامله 24 مدينه من مدن الجيل الرابع ده الجيل اللي انت عامله الجمهوريه الجديده اهو النص دقيقه اللي انتوا سمعتوها في اخر الفيديو ده بتهد كل الأسطورة مبروك يعني النتاج اللي عبد الفتاح السيسي بيعمله اللي النظام ده بيعمله في 10 سنين اللي فاتوا اهو قدام حضراتكم